السلام عليكم، نعمات على السيد زوجة احمد زكريا، زوجي على سنة الله ورسوله يتقدم لي بالباب زي ما بنقول بالعرف السوداني، وانا كنت موافقة على العرس تمام الموافقة، وكان برضا امي والعقد كان في بيتنا، لكن اهلي كان عندهم مشكلة حقت عنصرية، انت لونك شنو انا لوني شنو، انت جنسك شنو انا جنسي شنو. وسارة كلام فارغ، وانا الولو لو السبلو لو يا جماعة جيت ليكم تاني بفيديو جديد. كالعادة عندنا مشاكلنا داخل السودان وخارج السودان، احنا لازم نتكلم عنها عشان الاجيال الجاية تستفيد وتغير. عندنا مشاكل عنصرية لو في الشمال ولو في الجنوب، قبائلنا كثيرة واحنا منقسمين في بعضنا وعندنا اختلافات والوان مختلفة وكده. هل العنصرية دي فينا كسودانيين بالفطرة، ولا هل العنصرية دي بيعلمونا ليه واحنا في البيت واحنا صغار؟ هل انت قبل كده عانيت من العنصرية، ولا لقيت نفسك في موقف فيها عنصرية وتلفت بعيد وفتت، ولا فتحت خشمك ودافعت؟ وللناس اللي بيقولوا لا للعنصرية وكل يوم بيشاكلوا وبيجاهدوا عشان السودان تكون دولة فيها مساواة وفيها السلام وفيها محبة، انا بحييك وبحييك وبحييك، وانا بقول لك لقدام وانا معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد زكريا بخيت، أعرفكم زوجتي نعمات علي السيد، زوجتي على سنة الله ورسوله. فأنا طلعت الفيديو ده إنه في رسالة دار أوضح لكم، رسالة بسيطة جدا، لكن عندنا إحنا في مجتمعنا حاجة حاصلة يعني، وحاجة كبيرة جدا يعني. فصراحة أنا عقدت على نعمات وعلى سنة الله ورسوله في منزلهم، فمشيت قدمت لها والحمد لله والدتها وافقت، وإن هي اللي ربت والدتها كل شيء. فالحمد لله إنه عقدت على سنة الله ورسوله بشهود وبإرادتها بموافقة والدتها. فحصلت لي شوية عقبات، شوية مشاكل كده، هو إنه الحاجات الحاصلة عندنا في البلد دي، إنه ده جنس شنو، ده لون شنو، ده من وين، وده شنو. فأنا صراحة كده الفيديو ده أنا حابب إنه أوصله للإعلام مصطفى أمير، فأنا عانيت جدا حتى إنه أنا عشان إنه أنا أصل لمصطفى أمير، فالحمد لله وصلت عليه عن طريق مواقع التواصل، وقدرت أتحصل على رقمه. فإنه أنا بعد عقدي بحكاية بتاع 3 يوم 4 يوم، جو أهل أبوها لما عرف إنه أنا عقدت عليه وكده جو سابوها، فأخوها ودبوها قال لي يا أخي إنه أنا فترة معينة وحاجيبك راجعة. فساقوها وفي غرية من غور الولايات، فمسكوها هناك حكاية بتاع 3 4 يوم، ففيها كان إنه مخاطرة يعني، إنه توصل لي، إنه تتصل لي، إنه تورينه إنه الحاصل شنو، إنه تتواصل معي، كان فيها مخاطرة شديدة بالنسبة لها. فصراحة الحمد لله إنه قدرت تصل لي واتصلت لي فهمتني أي شيء حاصل. فسألتها إنه ليه أنت إنه والدك ما رافض وكده يعني، فإنه قلت لي إنه هنا ما نعرف إنك أنت أصلك شنو وأنت من وين شنو، فرفض. فيعني عانيت جدا حتى عشان انه انا اصل لها، والحمد لله اني قدرت اتوصل لها ووصلت لها، فورتني الحاصل كله صراحه يعني. السلام عليكم، نعمات علي السيد زوجة احمد زكريا، زوجي على سنة الله ورسوله يتقدم لي بالباب زي ما بنقول بالعرف السوداني، وانا كنت موافقه على العرس تمام الموافقة، وكان برضا أمي والعقد كان في بيتنا، لكن أهلي كان عندهم مشكلة حقت عنصرية، أنت لونك شنو أنا لوني شنو، أنت جنسك شنو أنا جنسي شنو. فيعني زي ما قلت لكم إنه هي زوجتي على سنة الله والرسول زي ما هي قالت بخشمة، فيعني دي قسمتي يعني، أنا ما جبت حاجة من فراغ. فيعني الرسالة اللي أنا دار أوصلها إنه للبنات يعني للنساء، إنه تدعموا أخوتكم نعمات وتقيفوا معاها يعني، وجبر الخاطر ده يا جماعة زيه ما في يعني. فأنا نفس الشيء كذلك، أنا رجل من الشباب والأصدقاء، إنه الناس تدعم وتقيف معانا يعني يا جماعة. في النهاية إنه إحنا رسالة دارين نوصلها، إنه يعني ما فرق بين إنه ده جنس شنو، ولا ده من وين، ولا ده شنو. في النهاية إنه إحنا دي مشاكل البلد كلها فيها، ونحن طلعنا لا قلنا حرية سلام وعدالة، وين هنا الحرية، وين السلام، وين العدالة؟ بدل إنه أي زول دار يتدخل في إنه ده جنس شنو، ده لون شنو، ولا ده من وين يعني.
فيعني انا بوصي انه مصطفى امير الاعلامي مصطفى امير انه يجي معي في الموضوع ده يدعمنا يعني يا جماعه. فلكم جزيل الشكر. الشهر اللي فاتت الناس كلها كانت تتكلم عن زواج احسان احمد ادم من زوجها الدين بابكر اللي هو من جنوب السودان واحسان من شمال السودان، لكن الاهل في الشمال ما موافق. البيت ركبت راسه ومشت زوجت من غير ولي امرها من غير ابوها. انا معاكم في الراي، المرأة مفروض ما تمشي تزوج نفسها من غير شنو ولي امرها من غير ابوها موافقة ابوها وامها. لكن في الحالة دي بتاعت احمد بخيل ده وزوجته نعمات علي السيد ده، هون حابين بعض، الام موافقة، هون كلنا الاثنين من السودان فوق من شمال السودان ما من الجنوب. الولد ده ما معروف قبيلته شنو، لكن هو لونه اسود زي بيجاي. هاي يا جماعه بعد كده يا جماعه السود دي اللي زوجوا بعضهم، بس انت لو اسود شكلك زي بي جاي امشي شوف لك واحده سوداء برضه زيك وتزوجوا، عشان انت لو مشيت لك لو مشيت لواحده سودانيه مثلا لونها فاتح شويه كده بيقولوا لا هي عربيه، هي جدها العباس وانت جدك تحرقه وحبوبتك تنداكه، يعني انت وهي ما في لما ما تقعد تقول لي انت سوداني وهي سودانيه. المشكله دي يا جماعه بقت كبيره جدا، الناس دايره تفتح خشمه وتتكلم، ما كل شوية تجيني في اليوتيوب تقعد تشاتم وتقول لي كده وكده، لا ما تتكلم كثير، اعمل حاجة، حسي انا قاعد اعمل حاجة، انا قاعد اطلع فيديوهات وقاعد اتكلم عن العنصرية في شمال السودان وفي جنوب السودان، حتى في جنوب السودان في القبائل بتاع جنوب السودان برضه في مشاكل، وانا ما اقدر اقول انا احسن منكم ولا احسن من اي زول، احنا زمانك في السودان بالنسبة بالعنصرية، انا ده واجهت عنصرية كذا مرة، وكبرت عرفت بان عندنا عنصرية في السودان، لكن ما حنجيف ونشوف بعيننا. لازم الواحد يفتح خشمه، ولو انت بتوافقني في الراي عليك اعمل كومنت، اعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده تمشي قدام والناس تسمع والناس تشوف، واحنا لازم نجي بالحل، احنا الشباب لازم نترابط مع بعضنا. لو انت شفت الكومنتات في الفيديوهات اللي انا نزلتهم الايامات اللي فاتت انت حتشوف في ناس يعني لسه عقلهم رجعي ولسه بيفكروا بعقل بتاعت عنصريه والتفرقه ويقولوا يا عبد يا اسود ويا عبد يا كده ويا حيوان وكده وكده. لو الزمن اتغيرت في بعض من السودانيين ما يتغيروا، اها بالمشكله دي في رقبتي وفي رقبتك انت، فانا وانت لازم نساهم، لازم ندافع ولازم نشاكل، لازم نناضل من اجل حريه والسلام والعداله. حسب بقيت الدول الثانية بيقولوا شنو ديل سودانيين في بيناتهم وما بيحبوا بعضهم رافضين الزواج ده عشان ده لونه فاتح شوية وده لونه داكن لونه أسود، يعني شنو. وانت لو جديد على القناة دي عليك الله سبسكرايب عمل لايك وفعل الجرس عشان تجيك أي فيديوهات أنا بعملها جديد طوال، انت تكون من أوائل الناس اللي تصلك الفيديوهات دي. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وكسر كلام فارغ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والفي جيبك هاتوا ولو ما عندك الحاجة الجماعة اللي فاتت.